يقول السائل: هل للقطتي أو هل اللقطة في مكة لها حكم خاص؟ نعم، اللقطة في مكة يلزم المنادات عليها إلى أن يأتي صاحبها ولو تأخر عن السنة، خلاف اللقطة في غير مكة غير الحرم، ينادي عليها سنة فإن جاء صاحبها، وإلا صارت له، صارت للملتقط. أما لقطة مكة فلا تملك أبدا، وإنما ينادي عليها حتى يجد صاحبها أو يتركها في مكانها ولا يأخذها، إذا كان لا يقوم بذلك يتركها ولا يتحمل مسؤوليتها.